هذا فيديو عن موضوع صارين صار. طبعا اتوقع هذا موضوع الشرح الاشخاص مثلا الصغار في السن 18 سن سنه واصغر 20 سنه واصغر صغار في السن هل ممكن يسرحون او مثلا يدرسون الناس في الركوب او يعلمون الناس في الركوب؟ طبعا هذا الركوب موهبه ليس خبره. فكثير من الناس الصغار احسن من كثير من الناس الكبار، وكثير من الناس الكبار احسن من الناس كثير من الناس الصغار. فالخبره مهمه لكن الموهبه هي الاساس. خبره بلا موهبه ما تسوى شيء، موهبه بلا خبره تحتاج وقت فقط. في خيال صغار نعم، لكن كونك خيال كونك افضل كونك احسن ما يعني انك تقدر تشرح. من الشرح يبغى له خبره في الخيل وخبره في الشرح ايضا. فقد يكون طريقه شرحك مهم مقنعه او مهم مقبوله من قبل بعض الناس الاخرين، وقد ما توضح الصوره، لكن ما يعني ان كلامهم صحيح. عندما يعني طالب جيد احسن مدرس، اذكى مدرس، افضل مدرس، لكن من هي مدرس مدرس ولا طالب؟ ما هو بخطأه، لكن طريقه شرحه قد تكون خاطئه او انه ما يقدر يشرح حاله. وبشكل عام في استثناءات كثير، لكن بشكل عام اكيد كل ما صغر العمر كما صار اصعب الشرح، وكل ما زاد العمر كما صار احسن الشرح. لكن الشرط يكون خيال، يعني خيال صغير وخيال كبير اكيد الكبير بيشرح احسن. لكن لما يجيك واحد كبير غشيم واحد صغير خيال، اكيد الخيال الصغير يشرح احسن من الغشيم، ما راح يشرح احسن من خيال كبير كمتقاربين. لكن هذا كان بشكل عام في استثناءات كثيره طبعا. يعني موضوع الثاني رفع الراس، ما هو برفع الرقبه، رفع الراس. رفع الرقبه زي ما تكلمنا في موضوع مقطع فيديو الارقاب، قلنا في خيل تعطيك رقبه، في خيل تنزل رقبه، في خيل تحط رقبه بينه وبينه. هذا وضع الخيل تسوي طبيعتها، الخيل طبيعتها تحترب تهذب تقوس تمد رقبتها تهذب تخب تفتح تكع تبقى تدريجيا تفز تحرك تدريجيا. هذه اشياء الخيل تسويها بالحالها ثم نركبها احنا ونخليها تسويها برضه احنا فوقها. وفي نقاط اخرى زي ما قلنا ما تسويها الخيل بالحالها، احنا نسويها، احنا نخلي الخيل تسويها. اما انها اشياء جيده نطور الخيل خليها تسويها، ولا انها اشياء سيئه نخرب الخيل خليها تسويها. مثلا وش الشيء اللي يعتبر تطوير؟ مثلا من ضمن الاشياء اللي تعتبر تطوير في الخيل مثلا فرضا القفز. معنى الخيل تقفز لو اضطرت، حتى ما تقفز انت تحاول مثلا توجه حصان القفز الى حد ما قد يكون في نوع من انواع الميزه. انا مثلا موضوع الكع، انك تخاف حصان تخليه يوقف، اذا ما تنحاش وتنطلق على الشيء المخيف وقف واجه الشيء المخيف، يعني ميزه في الحصان زي ما قلنا خليته يسوي شيء معين وابوه وامه ما خلوا يسوونه. تكلمنا عنها في المقاطع الفيديو خلاص، خليته يسوي شيء معين ابوك وامك ما خلوه تسويه، هو وقف اذا خفت فدنا. لكن في بعض اشياء سيئه احنا نخليه يسويها خير ما تسويها، من ضمنها رفع الراس، مو رفع الرقبه رفع الراس. يعني هذا رفع رقبه هذا رفع راس، الحين يفرح فوق. ما في حصان بالحالة هذا بالذر كذا يلعب يستمر هذا نعم، بس يستمر كذا مستحيل. اذا كان مركوب خطا فكنا في البر بسببنا احنا سوا كذا، هذه نقطة أخرى، احنا خلينا بشير لكن هو ما كان بشير، خطأ منا احنا، فهي خطأ يصير من الناس مو من الخير. وش مشكلته؟ مشكلته ان الحصان لما يرفع راسه ما يشوف قدام ما يشوف تحت. زي ما قلنا الحصان إذا خاف يبغى يشوف شيء بعينه اثنتين، فخايف من شيء وراه خايف من شيء قدامه اللي هو رافع راسه. أكثر يركبون خطأ 90% من يركبون خطأ يرفعون يديهم، وإذا رفع الحصان راسه راسه ترفع يدك. لكن دائما تلاحظ الغشمان يركبون خطأ دون سيرت بالذات يضم رجوله ويرفع يدينه فوق. انا لو حصل اللي يقدر يسوي شيء هذا حاول توقف المقطع، جيب جوال او جهاز ثاني وافتح مقطع شخص اذا كان عندك شخص يتعلم ركوب بس يركب بدون سد. لو حصل قلت مقطع واسمع كلامي اللي اقوله وشوف المقطع الثاني نفس الوقت، ما تلاحظ انه ضام رجوله رفع يدينه فوق، خاصه كان راكب حصان عربي حار كان راكب بدون سد تمام، رافع يدينه فوق ضام رجوله. الوضع سهل، اسهل انك تثبت فوق الحصان، الحصان بيفتح ويخب مثلا انتهينا حق تحكمته. لكن الخيال بدون سيرش لاحظ مقطع وش يسوي؟ اذا تحت رجوله مرتخيه. والخيال اذا الحصان رفع راسه فوق نزل يده تحت، اذا الحصان نزل راسه تحت رفع يده فوق عشان يسوي توازن. الغشيم يسوي العكس. طبعا بالسيرش قد يكون اسهل انك تنزل يدك تحت بس ايضا في صعوبه، بس ايش يسوي لوقت توازنه؟ ثبت نفسك برجولك تمسك بالسيرش وانتهينا. لكن بدون سيرش مشكله، فهو اصعب انك تنزل يدينك لكن اسهل للحصان. اللي نزلت يدينك بدا يطمئن، نزل راسه ناظر قدام ناظر تحت فمثل. كثير من الناس يقولون في الماضي العرب قبائل العربية وقبائل أخرى هنود الحمر وكذا المغول كانوا يقولون الخيل تخاف من المويه انها تشوف السماء. انا اتوقع خرافه، يعني الخيل تشوف ما تشوف السماء الحصان، يعني عاده ما تقدر الحصان يلمس السماء نادر. لكن الخيل تعرف شيء فوق في البايك او بدوك يكون وضعها مضحك شوي كوميدي، يعني ما يعرف هذا فوق بسبب تركيبته. يعني فيقول الخيل تشوف السماء، تتوقع الوضع الاقرب منطقه يقول الخيل تشوف نفسه تشوف يعني صورتها في المويه فتخاف. لكن بشكل عام الحصان ما يشوف فوق، نادر ما يشوف فوق، فلما يشوف فوق يخاف. دائما تشوف الحصان ينطلق وراسه فوق يصدم الجدار يصدم بدو كسر الدنيا. يعني الحصان زي ما قلنا لما يسوي شيء معين يؤدي الى مشكله ما يتوقف عنه يزيده.
ما يتوقف عن فعل السبب اللي خلى المشكلة تصير، سحب، والسحب خلى المصلب يربط فيه أو يعوله، ما يتوقف عن السحب، ما يتوقف عن فعل الشيء اللي خلاه يصير يطيح في المشكلة دي، يزيد منه، يزيد في السحب، انطلق والانطلاق بيحوسه، يزيد انطلاق، انطلق والانطلاق خلاه يرفع راسه والجوكي رافع يده أو الخيل رافع يده، ينطلق زيادة. هذا معروف، حل الخيل أغبى حل تقريبا أو أجن حل، عشان كذا هي تحتاج الركوب الصحيح. لما تيجي يرفع راسه ترفع يدك ما يشوف انت فوق انطلق، يصدم جدار، يصدم سياره، يصدم حاجز اللي هو الخطا منك ليس منك، بس نزل يدك تحت، شغل عن طريق نزل يدك تحت تلقى فرق عجيب. زي ما قلنا موضوع الارخاء والشد، قلنا مو اي واحد يسوي الصح، لكن اي واحد يقدر يتوقف عن فعل الخطا. فالارخاء عاده احسن من استعمال القوه، لو حصل لك ترخي وصار منطق احسن من استعمال القوه. طبعا هذا عاده قاعد يستعمل يرفع اليد عاده يستعمل القوه، هم الاشخاص اللي يدعون محررين الخيل يكبون عناء، راكب حصان مرخي عناء مره لكم البدايه عادي، كان راكب بغل راكب حمار كب عناء وانتهي. انا حصان مرتاح ورايح ما ابغى اتوسع على الحصان، معي مضبوط كويس. طب حصان ماشي معك مضبوط، انا ما اخاف سويت سوي على طول، لا شعوريا تل وفع ظهر الله. طبعا انا بعدين رخيت، ما علي من بعدين، انا علي المشكله لما صارت سويت، انا عندي رده فعل في اوضاع معينه مرضيه خلينا قبلها واثناء انت قاعد تتعامل معي زين. لما تصرفت التصرف المرضي هذا اللي هو المشكله عندي، كنت عورتني ضربتني ولا كسرت يدي ولا جرحتني ولا شقيت وجهي، تقول يا اخي انا قبله بعد معاملك صح، بس لما سويت المشكله تعاملت معك خطا. ليه يا شيخ؟ حصان ما تفرق معه قبل بعد، حصان لما يخاف ايش سوى؟ اي شخص يكب عنان كب خاطئ اذا خاف الحصان بيستعمل قوه، اي شخص يستعمل قوه قبل ما يخاف الحصان، اذا خاف الحصان بيستعمل قوه زياده. وانقال لا فهو كذاب، مو غبي كذاب، انا يعرف شيء. صوروا شو انتهى اللي يكون عندهم عاده اللي يستعمل القوه برفع اليد عاده، بس نزل يدك اصعب، بس مع الوقت لاحظ الحصان يتحسن معك بصرف عن طريقك. شيء زي موضوع اللفه، زي ما قلنا تلف محلك يفيد بجميع الطرق، ولما فات ما يضر طبعا، مستحيل يضر، عفوا مستحيل يفيد، لا شك انه بيفيد، اصعب لكنه يفيد، خاصه انك تسد اسهل لك يعني بدون سد. بدون سد قد يكون في صعوبه، لكن حتى بدون سد هذا الصح اللي تسوي يعني عاده. لو تلاحظ هذا النقطه اخرى باكد يعني كتاكيد، ان حصل ايضا اللي مع جهاز ثاني يسوي الامبوز، يوقف المقطع يشغل الجهاز الثاني يشوف مسابقه جمال، مقطع مسابقه جمال اي يوم، ابي تشوف حصان من يوم يدخل لين يفوز او لين يخسر، 5 دقائق 10 دقائق اليوم، ابي تقولي بالضبط ايش قاعد يسوي راعي الحصان قاعد يقول الحصان. اول شيء قبل ما نقول ايش سوى، اليس مت كان زي ما قلت كان في واقع، ما اتكلم في اراء، منطق قصد، ما في مجال النقاش فيه، واقع اقول لك اياه. وقفت الجمال باتفاق الجميع طبيعيه، ولا في حصان في البر بالحاله يوقف من رقبته؟ جمال حصان مصري بولش السعودي اللي هو حصان جدانه كلهم محققين جمال، لما جت امه تفلي حطيناها في البر او في البر، خلينا تعيش مع ولد البر، هي فرس جمال فاتت في الجمال، قد قودناها قود جمال، بس حصان ما قد لمسناها خلاص، حصان بري، حصان بري مصري او حصان بري بولش او فرنسي او اسباني، حصان جميل، حصان جمال، يوقف وقف الجمال في البر، صار حصان بري، حصان بري جاي عند الاسد واقف، هل يعقل؟ هل منطق؟ اذا هو وقفه موجوده اصلا فيه، فيبغى تطلع طلعها. زي ما قلنا في اشياء جيده خير ما تسويها اصلا، وفي اشياء سيئه، هذه من ضمن الاشياء السيئه. ليه؟ سهل جدا ولا فائده. معرفه الاشياء اللي احنا اضفناها للخيل هل هي سيئه او جيده مو راي واقع. ممكن رفع الراس عيب، ليه عيب؟ وش سوى رفع الراس؟ خوف الحصان زياده؟ تعور حصان وتعورت، وين الميزه؟ ما هي ميزه. لما اقول لك الحصان اذا خاف يوقف، شيء حصان ما يسويه، انا سويته ميزه غصب مو بعيب، ليه؟ سهل جدا. الحصان يقول جزاك الله خير، الحصان هو اللي يقول جزاك الله خير، تقول ليش؟ الحصان لما انحاش ليش؟ خايف، خايف من ايش؟ من الم. طب انا ليش وقفت معي؟ والله وقفت معك لانك انت ما عورتني، الم ما عورني، وين العيب؟ نعم في اشياء الحصان ما يسويها ميزه، وفي اشياء الحصان ما يسويها عيب، هذا من ضمن الاشياء اللي الحصان ما يسويها عيب. ليش؟ سهل جدا، انت كثفت العيب اللي فيه، خايف زياده. طبيعه الخيل انها تخاف، انت كثفت الخوف، يقول خلاص طبيعه الخيل تخاف، خلها تخاف، خلها بالحاله تركبها. الحصان بالحاله طبيعته اللي في الهروب والخاف هذا ميزه، لكن احنا اذا ركبناه تصير عيب، عيب لنا وعيب له، عيب لنا لان ما حصلنا اللي نبغاه، نحاش عن الشيء اللي نبغاه يسويه، وعيب له لان قاعدين نحاش فوق وزن، يقول زين عمي يا اخوي احسن. الحصان لما يركب طبيعته سيئه، اللي هي طبيعته الاساسيه اللي هي الهروب اذا خاف. نطورها هنا خربوها كثفوها. الان شوف المقطع، كان احد منكم يعني جنب المقطع شوف، لاحظ ركز، اليس الموضوع اللي حاصل من البدايه للنهايه نتك بالشكيمه وتخفيف بالعصات؟ الفكره كلها مو بانه يحاول يوخر الحصان عنه عن طريق النتك بالشكيمه
والعصات، ثم نفس الوقت الحصان ما يقدر ينعش فيمط عمره. تقدر تخلي الحصان يعطيك وقفه الجامعه بدون اي مقود ابدا، يقدر نعم تفاحه سكر اتلعب على الناس. مو بتعلم حصان جمال وقفه جمال ثم تخليه يمد عمره، حصان جمال خلاص عارف الوقفه. انا حصان بري طبيعي يعني، تقول بخليه يمط المطه بدون استعمال عصا بدون استعمال مقود، صح يقول صح وارد بوخ بعطيه اكل ووخر عنه. ليه يمط رقبته؟ ليه ما يجيك؟ انت بوخر عنه بالاكل عشان عشان يجيب الاكل يمد رقبته ولا؟ ليه يمد رقبته؟ ليش ما يجيك؟ ولو مد رقبته ليش يحجي ليش يحجي جسمه؟ بيقرب منك. اللي يصير انه يرد حصان بالعصا في يمط حصان بالمقود. خطا هنا وخطا هنا. حصان يقول انا اخاف من البشر واخاف من ادواتهم لان الالم يجي منهم او من الشيء الثاني، اخاف من شيء هم عوروني او الشيء نفسه اللي سووه عورني. الحصان في الحاله دي صحيح ولا لا كلامه؟ العصا عورته والمكود عوره والصوت عوره. كيف الصوت عوره؟ لما خوفوه المكود عوره، لما خوفوه العصا عورته. من يوم دخل لين فات اسالك بالله قاعد تشوف المقطع نزل راسه يعني يصير يعني تقدر تشوف حصان جمال يرفع راسه كذا رقبته؟ مستحيل. هذا الحراس شوف فرق الحنك زي ما قلت الزاويه هذه رافع راسه رفع رقبه طبيعي من خير، بس ما في حصان يرفع راسه. طبعا ممتاز هل يبغونه هم، بس اعترف ولا ما اعترف ما عليه منه، هو اللي حاصل انه يبغى عيب. فما تجيب العيب اللي عن طريق فعل عيب، انت اللي تبغاه عيب خير ما تسويه وضر الخير شيء ما فاد الخير زي الوقوف. فجبت عن طريق عيب. الان النقطه اللي ابغى اتكلم عنها والله نقطه البحث، النقطه هذه وش اللي جاب العيب؟ وش العيب اللي يبغونه؟ جابوه عن طريق فعل اي عيب؟ نتكلم في القود في الركوب رفعوا يدهم فالحصان ارتفع راسه زياده. الان في القود ليش رفع راسه زياده؟ دقق لاحظ كل اللي قاعد يصير انهم يحاولون يرفعون يدينهم يرفعون العصات ويأخرون الحصان. كل الفكره انك تحاول تخلي الحصان بعيد عنك نفس الوقت ما ينحش عشان يمط عمره يمد عمره. بينما في القود الصحيح ايش يسوون؟ يسوون العكس، يقربون من الحصان وينزلون يدينهم تحت. تحت يقول خطا كذا يقول يدي الحصان كذا الحصان تحت الحصان هدم. كذلك في الركوب نزل وقرب من الحصان يهدم ارفع وبعد عن الحصان يخاف. كذلك في القود ما بني على باطل فاصل وباطل. في الركوب ما يدرون والله يقول نخرب الحصان عارفين الحصان حايش من الحصان رافع راسه في الركوب عيب، لكن رافع راسه في الجمال. لكن زي ما قلت في قبل قلت خذ حصان جمال اعصف عقب ما سبق الجمال وعلموه جمال ومسابقه جمال وقود وكذا اركبه اعصف واركبه تركب صحتك قطعة نقطة أخرى بس اركبه بالذات في الخبط، خبط السريع والهد البطيء بداية الهد وآخر الخبط. الحصان تعرف السيكل اللي كان يحط على السيكل يلحق على السيكل ونازل من الدحديرة شارع دحديرة وفرط عليك الجنزير اللي قد جربها يعرف بالضبط شو اقصد. كانت في سيكل كل فرامل عورة مو فرامل باليد الفرامل عورة، لو سويت كذا عورة وفرط الجنزير صار السيكل مدحدر مع الدحديرة. هذا حصان الجمال اذا ركبته عقب الجنزير. هو يقولك والله من بكفه وخب والله لست اهلا من يهد ما خلقت لهذا. تقول يا اخي شوف من الله؟ تقول يا والله مو من الله منهم هم حاسوا الدم. جيب احسن فواكه حط معها ملح تصير زينه، حط لك الملح جيد. جيب احسن دم هنا لا حط مع يعني ما بني عباده فصل باطن. انت ما نتجت للركوب نتجت للجمال، حتى الجمال خلاص لا تقدر تخربط الاشياء الاخرى. لازم اعرف حدودك او خلك في تخصصك. فرفع الراس هذا اصلا مو راس البيض. لا خير للسادل بريد او سادل هورس سؤال اللي هي فيها دم عربي طبعا، لكنها بشكل عام بين الكوارتر هورس وبين الحصان العربي اللي هو مد رقبته ووقفت كيف دوبها تدربه من يوم ما هو صغير يوقف يمط عمره يفحج يمط عمره يمد رقبته. ابدا ما يمد رقبته المد حق الجمال لين يدربونه مد رقبه يعني لما يسوي كذا عادي يسويها بنفسه، لكن ابدا ما يسوي هذا ابدا ما يفكر لين يعلمونه، لكن يمد رجوله مع انه سواها الدم باعترافه يعني كثفوا دماء معينه فطلعت التركيبه دي. بس ايضا ما مد رقبته ما مد عفوا راسه يمد رقبته ما يفك راسه، هم فكوا راسه عن طريق التدريب مع انه دم الوقفه هذه في اي درجه حاولوا يجيبون الخطا اللي يبغونه عن طريق تغيير الدم. فالنقطه سهله جدا باختصار شديد، تركب ركوب صحيح وتركب خطا. نقطه اخرى ارفع راسه نزل يدك، نزل راسه ارفع يدك. الحصان اللي يقولون لا تستعمل اللي حصان يقولون قوي استعمل القوه، ركب ادوات قويه ركب ادوات خفيفه عليه. الحصان يقولون خفيف ركب عليه ادوات خفيفه ركب عليه ادوات اللي يسمونها قويه مو بعناد، لان عاده هم اللي قالوا عكس الصح
هذا خذ قاعدة اللي يكون خطأ الكلام اللي يقولونه مو بخطأ عكس الصح، تسوي العكس تنجح مو بعناد واقع. لما قلت أعلمك ليش بالضبط ليش كذا، لأن ما بني عاصل باطل في أصله باطل، لأن كلامهم كله مبني عن الخير تستعمل مع القوة، فأي شيء يقولك يا عكس شاورهم ثم خالفهم، شاور الغشمان في الخيل ثم خالفهم، شاور الغشمان في الخيل ثم خالفهم. فهذا رأيه الصحيح. هذا واحد من الصواب.